معايا السيد اللواء هاني عبد اللطيف مساعد وزير الداخليه المتحدث الرسمي باسم وزاره الداخليه. مساء الخير سياده اللواء. مساء الخير يا استاذ خيري. اهلا بيك يا فندم، وبشكر حضرتك وبشكر الاعلام المصري كله على دعمه الحقيقه للاجهزه الامنيه ورجال الامن الشرطه والقوات المسلحه خلال هذه المرحله. ولا تتصور يا استاذ خيري دعمك ودعم الزملاء كلهم والاعلام المصري كله ايه تاثيره على رجال الشرطه جنود وافراد وضباط في ادائهم. الحمد لله انا الاداء الحمد لله معدلات اداء امني عاليه، يقظه مستمره، نجاحات امنيه بتتم على الارض بشكل جيد جدا، مرحله قويه جدا حاسمه لمواجهه الجريمه بشتى انواعها سواء الارهابيه او الجنائيه. الامن المصري والامن العام دلوقتي استاذ خيري بيدخل اماكن ويداهم بؤر اجراميه خطره جدا ما كانش بيخشها قبل كده حتى قبل يناير 2011، وبيحقق نجاحات قويه جدا الحمد لله. وانا بشكر حضرتك على هذا الدعم، بشكر الاعلام المصري وكل ده دورنا يا فندم، وان شاء الله مش هنخذل ابدا الشعب المصري ولا هنخذل ابدا الاعلام المصري، وهنستمر في هذه الجهود باذن الله ان شاء الله الامن الكامل ان شاء الله. طيب الجزء الخاص بالغاء حفلات لدواعي امنيه، ايه هي اللي ممكن دواعي امنيه في راس سدر او في اسيوط تلغي حفل غنائي في شم النسيم؟ الحرص على سلامه المواطن يا استاذ خير بيفرض المعاينه الامنيه والمراجعه وتقييم الاماكن المقرر فيها هذه الاحتفالات ومدى جاهزيتها لاستيعاب الجمهور وتامينه. نعم. يعني مثلا حفل الفنان الكبير الفنان محمد منير. المشكله يا استاذ خيري بتحصل بان الشركات المنظمه بتنسق على الحفل وتعلن عن الحفل وتتعاقد مع الحفل ثم تخطر الامن لتامين الاحتفال. هنا بتحصل مشكله، الامن بيروح لجنه امنيه بتروح تعاين بتجد اماكن ممكن انها تستوعب الحفل بشكل جيد، بيتوفر فيها اشتراطات امنيه جيده، بتوافق على الحفل. هناك اماكن لا تتوافر فيها مثل هذه المواصفات كما حدث في حفل الكبير للفنان الكبير محمد منير في راس سدر. الشركه المنظمه تعاقدت، الشركه المنظمه اعلنت ثم اختارت الامن لتامين الاحتفاليه. انتقلت لجنه امنيه لمعاينه مكان المقرر في هذا الاحتفال، وجدت ان هذا المكان يفتقد تماما لكافه المواصفات اللي ممكن ان تقام فيها حفل كبير للفنان محمد منير بحجم الفنان محمد منير، من متوقع حضور اكثر من 30,000 مواطن لكي يشاهد محمد منير. طبعا جمهوره كبير، جمهوره كبير جدا وهيجي من كل مكان. لا توجد اي نوع يا استاذ خيري من اشتراطات الحمايه المدنيه، ده التقرير بقى اللجنه الامنيه اللي عينت، لا توجد اي نوع من انواع اشتراطات الحمايه المدنيه، لا توجد اسوار، المكان لا يتسع ابدا لهذا الجمهور الكبير، لا توجد اماكن لانتظار السيارات، لا توجد اسوار، المكان لا يتسع تماما لهذا الجمهور، وبالتالي حرص على سلامه المواطنين، حرص على سلامه الجمهور، طبعا صدر قرار امني بمنع هذا الحفل في هذا المكان. طيب ايهاب توفيق في نادي الوايفا اسيوط، ده نادي، ما هنا بتبقى هنا المعاينه الامنيه خيري وفق للمكان، هل المكان يتسع؟ يعني اي حفل اتلغى اتعمل له معاينه امنيه وثبت بالتقرير عمل معاينه امنيه، احنا طبعا سلامه الناس اهم حاجه، يعني احنا عايزينهم يستمتعوا لكن سلامتهم كمان هنرجع في الاخر نقول كان فين الامن وليه ما لغاش بالظبط كده، فاحنا هنحترم ده. بس حضرتك بتؤكد لي ان الاسباب هي لان الشركات المنتجه او اللي متعاقده لم تخطر الامن مسبقا، وان الامن بالدراسه الامنيه اكتشف ان هذه الاماكن غير امنه، مش لا تتوافق، لا تتوافر فيها المواصفات الخيري لاقامه حفل كبير. نعم، يعني لا تتوافر فيها احنا طبعا في تناسب الحفل، الحفل قيمته ايه، الجمهور هيحضر فيه قد ايه، وبالتالي من هنا المعاينه والقرار الامني من هنا بيتم. نعم، مكان لا يتوافر فيه مثل هذه المواصفات في حفل كبير زي الفنان محمد منير، في حفل كبير زي الفنان ايهاب، فنانين كبار بالشكل ده لازم مواصفات قويه جدا تكون موجوده، فيها اشتراطات امنيه على اعلى مستوى لحمايه المواطنين وحمايه الناس وحمايه الجمهور الكبير اللي جاي، بالتالي المكان كان لا يتوافر فيه هذه المواصفات، وبالتالي لا نستطيع ابدا ان نعطي موافقه امنيه لاقامه حفل كبير كده. بشكرك جدا سياده اللواء هاني عبد اللطيف مساعد او مساعد وزير الداخليه المتحدث الرسمي باسم الوزاره.